طلعت جدع قوي. انت اللي محترم يا شيخ حاج. ده من ذوقك والله. اقول لك على حاجه، ايه الرجاله بتبان يا اخي؟ شوف احنا نعرف بعض من فتره قصيره جدا، بس حاسس انك بقيت اكتر من اخويا. وانت والله صدقني بامانه. صدقني بامانه. ساعة ما عرفتك يا دوبة لقيت كل الناس بتقول لك يا دوبة يا دوبة، فلقيت نفسي بقول لك زيهم يا دوبة، بس لحد دلوقتي ما اعرفش اسمك الحقيقي ايه. ما هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه. لا حول ولا قوة الا بالله، قبل كده اسمك وحش؟ لا يا شيخ علي، اسمي مش وحش ولا حاجة، هو ببساطة انا اسمي أبانوب. أبانوب؟ ايه يا ابن مامتك ما كانتش بعيش لها ولاد فقالت تسميك أبانوب علشان تعيش؟ لا يا شيخ علي الهزار ده، لا خالص الموضوع مش كده، الموضوع ان انا مسيحي، فعادي يعني ان هم يسموني أبانوب. اخس! اخس عليك يا دوب. انت كنت فاكر ان ده هيفرق معايا؟ معقولة لسه في حد بيفكر كده؟ يا دوب مفيش فرق؟ كلنا بشر، بني ادمين. بجد يا شيخ علي؟ معلش والله، اصل الناس كلها طول اليوم معديه بقى يا شيخ علي يا شيخ علي، فانا قلقت شويه. اوعى اوعى يا دوبه تحكم على حد المصدر. انت عارف بقى البلد كلها مليانه تصنيف، اخواني علماني مسيحي سلفي، بقت حاجه تقرف. تخلف. طب طالما كده بقى ما تيجي نروح نسهر مع بعض ونتفرج على الماتش. يا عم فكر، ده ماتش الزمالك. ايوه يا علي، ما هو انا زملكاوي. مسيحي لكن زملكاوي لا! أخلص! زملكاوي حقير! Yeah.